كل واحد شغل وشغل معروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا الله ما احلى صوت. الله يخلي لي اياك يا ابني، الله يخلي لي اياك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظني يا رب. اشهد ان لا اله الا الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله يرضى عليك خليدي يا أبي، الله يحرم منك يا أبي. والنجم والشجر يسجدان والسماء الله يشفيك يا ابني يا أسعد. أسعد رد علي. حسبي الله نعم. يا الله يا رب، ما لي غيرك يا رب تساعدني، ما عندي غير هالولد لا تحرمني منه يا رب. يا الله ما في غيرنا، أخذ على المشفى. راح أخذك على المشفى يا ابني. الله يخلي لي اياك، الله لا يحرم يا رب. يا الله شو هالصوت؟ شو والله في صوت. ليش عم يجي الصوت؟ شو صوت؟ صوت مثل هذا هي مصر. في صوت عم يجي مثل هذا دايما بهالوقت.
لازم نلاقي حل. تفضل شيخي، من هذا الغرفة الأصوات عم يجي لك عنا، صوت البكي يوميا، يعني تقريبا الساعة شقد بتسمع الصوت يا ابني؟ من الساعة 3 الصبح للساعة 4 الصبح أطول بسمع أصوات، كل ما عدي من هون جمل باب أقوم بصلي بسمع صوت البكي من هالباب. آه إذا هيك يا ابني خلينا ننتظر للساعة 3 ويصير خير. تمام شيخي بصير، تفضل على الغرفة خلينا نبرك. تفضل شيخي، تفضل. تفضل شيخي، صارت ساعة 3، تفضل. تفضل شيخي، اسمع أصوات، نفس الأصوات اللي قلت لك عنها لاحق، اسمع. مين كان في بارك بالغرفة؟ مين كان في؟ هاي غرفة ابني يا شيخي، دائما بهالوقت كان بيقرأ القرآن بصوت جميل كتير كتير. لك شيخ، بزال لك شيخي. ليش؟ هذا صوت الملائكة عم يبكوا على الطفل اللي كان عم يقرأ قرآن بهالبيت وبهالغرفة، عم ينزلوا أحلى غرفة ويتذكروا صاحب الصوت الحنون اللي كان عم يقرأ قرآن بهي الغرفة وعم يبكوا عليه. يا رب، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله أكبر، الله يرحمنا يا رب. يا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟